احنا طبعا بنشوف جيلنا احسن جيل، لكن انا طبعا بقول ما احبش مقارنه الاجيال، ان كل جيل ليه مميزاته وليه عيوبه. يعني انا حاسس متفرج عليا دلوقتي يقول لي بابا ده شورت تلبسه لغايه الركب ايه الكره البطيئه الوحشه دي؟ وانا كنت فاكر ان اسرع واحد في الدنيا كانوا حلوين. اقول لك الشورت بتاعك هو اللي حلو. وعلى فكره بالنسبه لللبس كان في حاجات لذيذه جدا، كان في الله يرحمه واحد بيعمل لنا جزم. انت حضرتك لغايه دلوقتي محتفظ بلبس من انا عندي عندك لبس عندي يعني اللي مشيت بيه مصر عندي ونادي الزمالك عندي حاجات شايلها لغايه دلوقتي وبيجي على قدك لما بيخش في عازم. يعني من الحاجات الجميله جدا يا استاذ يونس كان في زمان ما فيش عندنا جزم زي بتاعتهم دلوقتي، فكان في واحد يعني بيعمل لنا جزمه جزم الكوره، ما كنا احنا ما لحقناش جزم الشياكه دي، فكان جزم شتوي وجزم صيفي كان يقول انا بحبك قوي يا كابتن حماده انت وكابتن شاذلي، وعامل لكم حته جزمه ما فيهاش الا ثلاث مسامير. شاذلي ما فيهاش الا ثلاث مسامير، كنت تلعب وجزمه فيها ثلاث مسامير معلمه في رجل لغايه دلوقتي. كان زمان في الشنكار اللي هو واقي الساقين، كنا نحطه عشان ما تتعورش، الشنكار اللي فيه تحطه جوه الشراب تقعد طول الماتش يا استاذ يونس تدور عليه يلف ويروح وحاجه تقرف يعني. فيعني دلوقتي بقى تبص سبحان الله الجزمه فيها اير سيستم يعني اللي هو تنططك ازيد، الشراب منه فيه زي الاستاذ سعيد صالح، حاجات يعني امكانيات فرق كبير جدا. اير كونديشن حاجه يعني زمان مثلا كان يعني احنا مثلا كان ما تروح لوكاندا دي كانت بتبقى يعني دلوقتي ما شاء الله لو مش تكييف وفايف ستارز تزعل يعني. فلكن كل جيل ليه مميزاته وليه يعني. انا لست مذيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي